برشا إثارة جدل البطولة هذه، خاصة الملاعبية قاعدين تتشكى برشا، الملاعبية اللي في أوروبا خاصة من لزنامة المقابلات وموعد المسابقة هذه. هي أول مرة باش تصير، وفي أول نسخة أول مرة. تجربة صعيب برشا، 32 نادي، تو بو با ساتيسفير 32 كلوب، فما مشاكل صحيح، لكن فما تكذيب، فما زاد نشوفوا فما اللي قاعد يكذب، كل مرة هذو إشاعات وما فما حتى شيء. اولا ثانيا وفما حد شيء رسمي لحد الان من فيفا، هذو فقط مواقع وصحف عالميه. برافو عليك. حاب يمشي لامريكا سي رضا؟ خليه يكمل. وانت ما تحبش تمشي؟ اش مهزني؟ نهزك معايا؟ لا ما نمشيش، ماناش مدخلك، ما يقبلوكش في امريكا. كمل سي رضا. فهمتني؟ اذا نشوف الامور باش تتحل، ماهيش صعيبه ما، وباش تصير ان شاء الله الكوب دي موند. باش تصير ان شاء الله. ان شاء الله. ما انا من ضريت بتحب ايش تصير ذا من تعليقاتك. ايوا صحيح. لا لا مش من عباش، كان معناتها نحكي لك انا ديما معناتها نخافوا على الملاعبيه. لا لا بربي ما تخافش على عباش. خايف على جوارات تاع الانتر؟ خايف على الانتر؟ خايف على جوارات الانتر؟ لا بيان ريال مدريد خايف على انا جوارات. الملاعبيه تكمل السيزون سافوار واحد. شكون الملاعبيه اللي باش تكمل السيزون؟ شو مدخلك انت في الملعبيه نتاع انتر وميلانو؟ شو مدخلك؟ اي اي علاش خايف على الملعبيه مروان؟ خايفين على الملعبيه اخويا، على البليسور وكل شيء زايد، انا راه زايد الحقيقه نتاع ربي زايد. اسمع سي رضا الضحكه ذي ظهر تغيير تصريح مروان ظهر غير على الاخر. تعرف حاجه قسما بالله هذا عجوبه، اسمه عجوبه اللي سماك، اللي سماك الاسم هذاك انا مانيش موافقه، انت اسمك مروان عجوبه. عنده مرض اسمه الترجي الرياضي التونسي، لو ما كانتش مشاركة الترجي راهو يقول لك لا لا لازم تصير الكوب دي موند هذيا ودرجه. يا خويا امنيتك شنو؟ يا خويا اسمع، يا خويا ان شاء الله تصير، خنشوفوك غاديك في امريكا ان شاء الله. ربي معاك باش نلعبوا فينا ان شاء الله. ان شاء الله احنا والمان سيتي ديما نشجعوا الفرق التونسيه في الكوب دي موند دي كلوب في امريكا. ريت اسبيرانس والمان سيتي. ريت علاش هازل مو؟ ريت هازل مو يغلط في العباد اللي حكينا فيها احمد. ريت يغلط يا ودي، حط سقيك على القاعه شويه معنا يا ودي. لا لا ربينا فوق. انا ديما هكا بين الضوء وهواء. ناخذ تعليق ما عندك على المسابقه هذه. اظن كما قلتوا انتم اذا كان الاخبار صحيح الجريده هذه هبطت اخبار صحيح. انا بالنسبه لي انا فشل من الفيفا الحقيقه. الفيفا راهو نحكيو على حاجه كبيره، ما نتصورش كان توا قبل الأشهر باش تجي تقول لك ما لقيتش ما عرفش شكون باش يمول ولا كذا. الفيفا اصلا مش والتنظيم نتاع الفيفا صعيب معناها. وتعرف انت اي بطوله حتى نور افريك يتبناها الفيفا تولي عندها كاليبر اخر. تصور انت الفيفا من 37 فريق ومن بعد تقول لك سامحني راهو ما نجمناش، وعارف شنو الانطباعات. فما عباد نقول لك حاجه، فما عباد في الترجي قصت وريزيرفات ومشات وتعرف، والفيفا من بعد تقول لهم لا راني ما عنديش. لا صعيبه شويه الحقيقه. انا بالنسبه لي شو قصت مختارش معناتها قصت معناتها انا خذيت سكرها هي كان ما صارتش يمشي يعملوا فاكونس يفحوسوا على رواحهم. كيفاش انا فاكونس؟ احكي لك على جمهور الترجي مش فاكونس. معناتها واحد قصت امريكا خساره، هي ماهيش خساره معناتها. كان ما صارتش يمشي يتفرج على رواحهم. الجمهور هذا هكا فما ميامي لوس انجلوس. الجمهور انا واحد من الناس باش نمشي نتفرج في جمعيتي مازني سياحه، انا ماشي نتفرج على الترجي اللي هي مره تصير. وحاجه اخرى اذا كان زاد اسلام الحكايه هذه صحيحه، فما بدايه فشل وحصل، والسعودية ولا الخليج منع الدورة هذه، ما نتصورش كم تصير فما نسخة ثانية. إذا كان الدورة هذه بالمشاكل هذه اللي بدأوها، نتصور دورة باش تاخذ كيما ترى الكوب داراب كيما ترى كذا. سلام، علاش ما تحاولش تتصل بانفانتينو؟ انفانتينو اتصل بيه ويعطيك الصحيح.